صحيا، الآن نظمت النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الخواص بالتنسيق مع مديرية الصحة يوما دراسيا حول ما أتي به المرسوم التنفيذي الجديد فيما يخص تسيير المؤثرات العقلية، إضافة إلى التطرق إلى الحالات الوبائية وكذا رغبة الصيادلة للمساهمة في عملية التلقيح ضد كوفيد-19. اللقاء عرف حضور الصيادلة وموزعي أدوية وكذلك السلطات الأمنية، إضافة إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي أعلنت عن تسهيلات جديدة لدعم الصيادلة. المزيد في ميكروفون ليبيلا شرفاوي. اليوم درسنا وش يخص التعامل مع هذه الفئة من الأدوية على مستوى الصيدلية، وإن راح يكون راح زدنا تصنيف جديد اللي هو تصنيف أدوية المؤثرة عقليا الشبيهة. هذه الأدوية الشبيهة راح تكون الوصفات تاعها ذات ثلاث ألوان اللي هما الأبيض والأصفر والوردي. لي موداليتي دو كونترول تكنيك ادمنستراتيف دو سيكوريتي دي برودوي اي دي سبستانس ايون دي بروبريتي بسيكوتروب. هاد لا جورني على ايتي اورغانيزي بار لو بيرو دو سناب ولايه عين دفلا. تمنينا لو كان انه يعمل مثل ما يعمل به في باقي دول العالم، اين تم اشراك الصيادله في عمليه التلقيح والتحسيس، وحنا يعني تقدمنا بهذا الطلب لوزاره الصحه ونتمنى ان شاء الله نتلقاو رد ايجابي. شرط البطاله تنحى، دونك اي صيدلي ديتي ان لاغريمون الاعتماد فيما يخص نشاط الصيدليه دونك يقدر يتقرب من الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه للاستفاده من الامتيازات.